من المسرح الجهوي إلى ساحة أول نوفمبر بأعالي مدينة بجاية ترجل المترشح للرئاسيات عبد العالي حسن شريف، حيث تحدث إلى المواطنين واستمع لانشغالاتهم ودعا لاستغلال أمثل لمقومات بجاية الاقتصادية والسياحية. مطلوب منا إن شاء الله نكونوا كامل حاضرين في هذه الانتخابات. ولاية بجاية ولاية مهمة من ناحية السياحية، ولاية مهمة من ناحية الفلاحية، ولاية فيها ثروات كثيرة، فيها مؤسسات اقتصادية كبيرة، قطب اقتصادي كبير يرى في البلاد، إمكانيات اللي موجودة في ولاية بجاية قادرة تعيش الشعب الجزائري كامل. احنا فرصتنا للشعب الجزائري والسكان هذه الولاية كيفاش نرتقيوا بالسياحة في هذه الولاية، كيفاش نحولوا هذه المؤسسات الصناعية إلى مؤسسات كبيرة تساهم في المنتوج الوطني، كيفاش نرقيوا الفلاحة في هذه الولاية، كيفاش نرقيوا مختلف المقدرات اللي راها موجودة فيها، ونهتموا بفئة الشباب، ونهتموا بفئة النساء، ونهتموا بكل فئات. احنا بالنسبة لنا الشباب لازم نبحثوا على فرص التعامل الحقيقية، لازم ننقلوهم من البطالة إلى العمل، لازم تكون هناك مشاريع تاع إدماج الشباب في العمل في المؤسسات الاقتصادية، وأننا نعيش في عدالة اجتماعية حقيقية، لأن هذا مشروعنا يرتكز على أننا لازم نركزوا العدالة الاجتماعية في هذه البلاد، لأن العدالة الاجتماعية جا بها بين أول نوفمبر وإحنا باش نحافظوا عليها. وفي الختام نقول أن فرحان بوجودي في ولاية بجاية، ولقيت ترحاب كبير سواء من الإطارات تاعنا في الحزب أو من سكان ولاية بجاية، وكانت لنا نقطة الأولى أنت وزلنا قنوين وقفنا وقرينا الفاتحة على الشهداء وطلعنا على تاريخ بجاية الحديث اللي كانت من بجاية انطلاقة لتحرير الجزائر ككل. ولذلك هذه الولاية نفتخروا بها ونعتزوا بها، ونتمناو أننا إن شاء الله تكون لنا فيها حظ كبير، أن المواطنين تاع بجاية ينتخبوا علينا إن شاء الله يوم 7 سبتمبر على أساس نكملوا هذا المشروع تاع فرصة الجزائر، فرصة الشباب، فرصة النساء، فرصة البطالين، فرصة الفلاحين، فرصة المستثمرين، فرصة كل أبناء الجزائر، كل أبناء بجاية إن شاء الله. مرشح حركة مجتمع سلم ومن إفري أوزلاكن مقر انعقاد مؤتمر صمام، صرح بأهمية الحفاظ على المرجعية التاريخية للثورة، وأشاد بأهمية بجاية كحاضرة إنسانية.